إمامهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، ودخل عند عائشة وهو يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تقول عائشة: فوضع رأسه على صدري وأخذت أمسح عرقه بيده لأنها أكرم وأطهر من يدي. وتقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فنزع يدها وقال لها: لا تفعلي. كان ذلك في المدة، يعني الآن هذا وقت موت، فعرفت أنه ميت. تقول رضي الله عنها: تقول: والمسجد كان مليئا وأصوات الناس ترتفع بالبكاء خائفون على رسول الله، فقال: ما هذا الصوت؟ قالت: صوت الناس في المسجد يخافون عليك. قال: صبوا علي ماء. وصبوا عليه 7 قرب من شدة الألم والمرض، وحملوه إلى المنبر، فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم، وسكت الناس وكشف عن وجهه، فإذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف، وقال: يا أيها الناس، بلغني أنكم خائفون علي. أيها الناس، موعدي معكم ليس هنا في الدنيا، إنما موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم، وأن تهلككم كما أهلكتهم. وإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله، فاختار الرفيق الأعلى، فما فهم الصحابة شيئا من كلامه، ففهم أبو بكر أنه يودع، فقام أبو بكر والرسول يخطب وقال: فدتك نفسي، فديتك بأبي، فديتك بأمي، فديتك بمالي، فديتك بكل ما أملك. فأسكت الناس الصديق، قالوا: اسكت يا أبا بكر. فغضب النبي، قال: دعوا لي صاحبي، ما لكم ولأبي بكر، والله ما منكم من أحد له فضل علي إلا وأعطيناه فضله في الدنيا إلا أبو بكر، فإنني لم أستطع أن أجازيه، وإنني تركت جزاءه على الله، اتركوا لي صاحبي، كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر. لقد جازيناكم في الدنيا بما فعلتم إلا أبو بكر، فإن جزاءه عند الله جل وعلا. أيها الناس، من أخذت من ماله فهذا مالي، ومن جلدت ظهره فهذا ظهري، ومن مسست عرضه فهذا عرضي. فقام عكاشة فقال: أنا يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: إنك ضربتني يوم بدر على بطني وأوجعتني في بطني، وإني أريد أن أقتص منك. فرفع ثوبه على المنبر، قال: قم فخذ حقك مني. فقام رضي الله عنه يركض والناس ينظرون ماذا سيفعل، فلما أقبل على رسول الله انكب على بطنه وضمه وبكى صلى الله على رسول الله. ثم قال رسول الله ويختم: أيها الناس، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، يا أمة محمد، هذه وصية رسولكم، يا من تركتم الصلاة، أسألكم بالله، خذوها وصية من رسول الله قبل موته. الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة. ثم قال: الله الله في صلة أرحامكم، الله الله في نسائكم، أوصيكم بالنساء خيرا،
وأوصيكم بالأنصار خيرا. يا أيها الناس، إنما أنا بشر، لا تضروني كما أضرت النصارى المسيح ابن مريم، فإني لا أنفع ولا أضر. ثم أخذ يرفع يده ويدعو: آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، ثبتكم الله، رفعكم الله. ثم قال: أيها الناس، اسمعوها أيها الناس، قال: بلغوا عني السلام، وبلغوا مني السلام، كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة. وعليك السلام يا رسول الله، لقد بلغنا سلامك، وبلغتنا سنتك، ووصل إلينا هديك، وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك. صلى الله عليك يا رسول الله، لك منا السلام، ومن أبنائنا ونسائنا، نفديك بأرواحنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. تقول عائشة: فدخل النبي علي فوضع رأسه على حضني أو في صدري، ودخلت عليه فاطمة فقربها إليه وقال: يا فاطمة، كلاما. ثم بكت، ثم قربها فضحكت، قال لها: يا فاطمة، في الأولى إنني أموت يا فاطمة، وأنا أموت الآن، وأنت أول من يلحق بي. كانت آخر صلاة يصليها الناس الفجر والرسول حي في مثل هذا اليوم، يوم اثنين، ففتح الستار ورأى الناس يصلون وتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم أشار يصلوا. ولما طلعت الشمس وأشرقت، فإذا بجبريل عند بابه. تقول عائشة: استأذن جبريل أن يدخل عليه، وقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه السلام، ثم قال: إن ملك الموت يستأذنك أن يدخل عليك. يقول: فأذنت له. تقول عائشة: فعلمت أنه يخير. دخل عليه ملك الموت فسلم، قال: السلام عليك يا محمد، إن الله بعثني إليك. وقال لي: خيره بأن يعيش أو أن يموت الآن ويلقى الرفيق الأعلى. وقالت عائشة: سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى. فقلت: والله لا يختارنا، والله لا يختارنا. تقول عائشة: فرفع يده يشير بسبابته: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فسقطت يده وثقل رأسه على صدري، فعلمت أنه قد مات. تقول: فقمت ففتحت الباب وصرخت في المسجد: مات رسول الله، مات رسول الله. فضج الناس بالبكاء، وأقبلوا إلى بابه، فدخل عليه أبو بكر فحمله وقال: وصاحباه، وحبيباه، ونبياه، وخليلاه، ما طيبك حي وما طيبك ميت. يقول أبو بكر: فخرجت ووجدت عمر يقول: إن محمد ما مات، إن محمد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. من قال أن محمد قد مات لأقطعن رأسه. فدخل أبو بكر وقال: اسكت يا عمر، أفتان أنت؟ ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
وسيجزي الله الشاكرين. ثم دخلوا على رسول الله وأرادوا أن يغسلوه، فغسله الفضل والعباس وعلي. قال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: أنحن الأنبياء إذا متنا لا تخلع ثيابنا، فغسلناه بثيابه. قال: وسمعته يقول أيضا: نحن الأنبياء ندفن مكان موتنا. يقول: فحفرنا له في حجرته وفي مكان موته، ثم صلينا عليه زرافات ووحدانا. يقول أبي بكر: سمعت رسول الله يقول: ثم ضعوني على شفير القبر وصلوا علي زرافات ووحدانا، ثم اتركوني فإن الله سوف يصلي علي وملائكته. ثم دفنوه صلى الله عليه وسلم ووضعوه في التراب، وكل أرض تشرف أن تكون قبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت فاطمة والصحابة يحثون التراب على الرسول، قالت: وكربابته إلى جبريل ننعاه وفي جنة الفردوس مأواه. يا أصحاب محمد، أطابت أنفسكم أن تحتوا ترابا